الفقرة دي هنتكلم فيها عن لعبة الجودو تحديدا مع بطل من أبطال اللعبة، وبعد كده بقى مدرب، وحاليا هيكلمنا أكيد عن فنيات الجودو وكيفية كمان إعداد اللاعبين للبطولات العالمية. خلينا نرحب بضيفنا العزيز الدكتور محمد شافعي، لاعب سابق ومدرب الجودو الحالي. صباح الهنا يا دكتور، صباح أهلا الفل بيك. أستاذ نهاوند، صباح الفل أستاذ كريم، صباح الفل على كل الأهلاويين. صباح الفل عليك، وسعداء بوجود حضرتك معانا. أنا أسعد أكيد. وخلي بدايتنا معاك بقى ناخد كده فكرة ولو مختصرة عن خلفيتك كلاعب سابق في الجودو واهم البطولات اللي شاركت فيها والانجازات اللي حققتها، وقرار التحول من ان انت يعني لاعب الى مدرب جه ازاي وبناء على ايه؟ هو كلاعب الحمد لله انا يعني بلعب جودو من سن صغير قوي، من وانا عندي 6 سنين تقريبا. الحمد لله شاركت في بطولات دوليه كتير في افريقيا، واخد دوري افريقيا ناشئين، تاني كاس عالم، تالت جراند سلام، تاني جراند بري، ما شاء الله. فالحمد لله وصلت لمستويات اقدر اقول ان هي كويسه الحمد لله. قرار ان انا ابقى مدرب اعتقد ان انا اخدته من وانا عندي 16 سنه، يعني من وانا لعيب صغير عندي 16 سنه ازاي كده انا عارف ان انا ابقى مدرب. انا بحب مهنه التدريب، يعني مهنه التدريب بالنسبه لي مهنه شيقه جدا. كون ان انا اعرف اقرا الماتشات، اعرف احلل الماتشات، اعرف اتوقع الاداء، حتى وانا صغير مع زمايلي قبل ما اتعلم او قبل ما ادرس كنت بعرف اعمل ده، بحاول اعمل ده، فحابب المهنه دي او حابب الطريق ده. فتقريبا انا خدت القرار من بدري قوي، فكان شيء طبيعي اول ما بطلت لعب ان انا ابقى مدرب. نفذته كان ده كان يعني من قد ايه تقريبا؟ انا مدرب من 2008. اوكي. يعني من 2008 كنت مدرب، بطلت لعب رسمي 2009، ففي سنه خدتها كده كنت لاعب ومدرب، وبعد كده 2009 بقى تفرغت للتدريب تماما. يعني حلو. طيب كابتن محمد، خليني اروح معاك للعبه الجودو في العموم. هل احنا دي نقدر نقول من الرياضات اللي مصر يعني عامله فيها رانكينجز كويس، عندنا اسماء كبيره على مدار الاجيال المختلفه قدرت ان هي تجيب برضو او تحصد بطولات وميداليات كافيه، نقدر نقول ان هي واحده من الرياضات القويه عندنا، ولا لسه شويه احنا لسه في المشوار؟ والله يعني الموضوع ده متفاوت على مر العصور ومر الاجيال. بقى جه عندنا اجيال قويه جدا طبعا زي جيل كابتن محمد رشوان، طبعا استاذنا وكابتننا الكبير، مرورا باجيال تانية كانت عملت نتائج طيبه زي جيل كابتن باسل الغرباوي وكابتن اشرف باجت، والجيل اللي هو بعتبر نفسي محظوظ ان انا كنت منه جيلي، وجيل كابتن شام مصباح طبعا صاحب ميدالية الأولمبية في أولمبياد بكين، وكابتن إسلام الشهابي، ودول الاثنين دول تحديدا من أكتر اللاعبين العرب حصولا على ميداليات دولية، وكابتن رمضان درويش طبعا ما اقدرش ننساه، وصلوا للترتيب. يعني كابتن رمضان كان ترتيبه الثاني عالميا، كابتن إسلام كان ترتيبه الأول عالميا، وصل فترة من الفترات، كابتن هشام مصباح طبعا ثالث أولمبياد وثالث عالم، وحصل على العديد من البطولات العالميه يعني. طبعا كان هي كده كده كمان الرياضه دي من الرياضات اللي يتقال عليها شعبيه يعني الى حد كبير، لان ابتدى الاسماء اللي فيها ابتدت تسمع. عندنا فيها ميداليتين اولمبيين، كابتن هشام طبعا وكابتن رشوان. كابتن رشوان حاله شديده الخصوصيه، كابتن ده وضع رشوان ونال الاستحسان واعجاب العالم على كله على المستوى الشخصي كمان، والله مش على المستوى الرياضي بس، يعني على المستوى الشخصي بني ادم جميل جدا، بني ادم يعني هو قدوة. ترجم الجمال ده في الواقعة الشهيرة بتاعته طبعا طبعا كانت واقعة شهيرة، ودي من الواقعات. انا حضرت كابتن رشوان في معسكرات في الخارج، المنتخب الياباني بيكون له احترام طبعًا. غير عادي، ده لازم. يعني لما كنا في المعسكرات الدولية كان المنتخبات كلها بتتمرن مع بعض، كابتن رشوان لما كان بيدخل الصالة المنتخب الياباني بيقف علشان يحييه، فكنا بنشوف احترام غير عادي لكابتن رشوان طبعا، وليه كل الاحترام والتقدير يعني. صحيح. بس ميداليتين على مدار يعني تاريخ اللعبه في مصر، ميداليتين اولمبيين مش قليل؟ قليل طبعا، ولكن المنافسه في لعبه الجودو منافسه قويه جدا، والتطور فيها تطور سريع وقوي، والدول اللي بتنافس دول كبيره. طب احنا مواكبين التطور السريع ده؟ مش هضحك عليك، في الوقت الحالي لا، يعني في الوقت الحالي في جاب شويه. الجيل الحالي ممكن ما كانش حظه احسن حظ ان هو يقدر يواكب الجيل ده، في شويه مشاكل، ما مش عارفين نطلع جيل قوي في الوقت الحالي، لكن اتمنى ان احنا نرجع تاني على
المسار الصحيح وان احنا نقدر نرجع يبقى عندنا ابطال، لان ده مش حاجه صعبه، محتاجه طبعا ان يكون عندنا مثلا سبونسرز، محتاجه ان اللعيبه تعد بشكل اقوى، يكون في احتكاك في الخارج اقوى، يكون في بطولات اكتر للعيبه، ومعسكرات طبعا، معسكرات طبعا، لان حتى طريقه التاهل للاولمبياد عندنا في الجودو مختلفه شويه عن بيت الالعاب. لازم يكون في رانك دولي، لازم يكون في بطولات دوليه حصل عليها، فده مش متوفر قوي دلوقتي في الوقت الحالي. ممكن امكانيات مش متوفره، ممكن خامات مش متوفره، لكن في مشكله في الوقت الحالي حتى في التاهل. احنا ما اعتقدش ان احنا ممكن نتاهل باكتر من لعيب على اقصى تقدير يعني، ودي عمرها ما حصلت، ده وضع مش لطيف ده خالص. الحقيقة. ففي الوقت الحالي فعلا الموضوع مش احسن حال يعني. هي ايه اكتر دوله يعني شاطره في الجودو، خلينا نقول كده، وعندها يعني رياضيين؟ اليابان هي اليابان، هي مؤسسه، هي اصلا هي هي المؤسسه لهذه مؤسسه اللعبه. اللعبه. ما فيش حد زيها طبعا. جه فتره كان بعدت شويه، اما القوانين الجودو ابتدت تتغير وابتدى يخش عنصر القوه، لان اليابانيين دايما جسمانيا بيعتمدوا، لا وبيعتمدوا على الجانب المهاري اكتر، ويمكن احنا في مصر هنا بنتبع المدرسه اليابانيه. ابتدى يدخل المدرسه الروسي اللي بيسمى بالقوه البدنيه الكبيره، فابتدى الخريطه تتغير شويه. بعد كده دخلت المدرسه الفرنساوي اللي بتجمع ما بين المدرستين، التكنيك اللي هو الياباني والقوه اللي في المدرسه الروسي. طب المدارس دي احنا بنتعامل معاها كده من على الوش، ولا عملتوا عمليه جلب لخبراء من المدارس المختلفه دي؟ الخبراء يعني هل في حد مثلا من الاتحاد استغل طبيعه وضع كابتن محمد رشوان في اليابان فيقدروا من خلاله ان احنا نستفيد من الخبرات اليابانيه في هذا الاطار؟ ما حصلش ده بشكل كبير. يمكن الفتره او الجيل بتاع كابتن محمد رشوان كان عندنا خبير ياباني، وكان هو المسؤول عن المنتخب، وهو اللي عمل الجيل العظيم ده اللي هو مسؤول عن جودو في مصر تقريبا دلوقتي. وعلى راسهم طبعا كابتن محمد رشوان، وهو كان صاحب التاريخ الكبير في الفتره دي. احنا كنا مصر بتلقب بيابان افريقيا، المدرسه الياباني بالتكنيك العالي بالفنيات الجميله، ففي الفتره دي احنا كنا متميزين جدا. لكن بعد كده ما حصلش اللي احنا جبنا خبراء اجانب او ناس من مدارس مختلفه، كان اعتمادنا الاكبر على المدربين المصريين. ويمكن ده انا شايف ان هو سبب من الاسباب ان احنا ما كناش عارفين نواكب التطور اللي بيحصل في الجودو. وده راجع ان انا ما عنديش بادجت كافيه، ولا ده راجع لايه؟ ممكن يكون ده سبب طبعا، ان ما فيش بادجت عشان نجيب اسماء كبيره. ممكن يكون ان احنا عايزين نعتمد على المدربين المصريين، ولو اني شايف ان احنا الاحسن ان احنا نجيب حد يعلم المدربين المصريين ويتطور من ادائهم، لان ده بالتالي هيعود على المنتخب وهيعود على الانديه، فهنلاقي الموضوع اكثر تطورا. برضو تفصيله الامكانيات غالبا هي الاكثر منطقيه في الحاله دي، ده كالعاده لان نفس العجز ده هم مش قادرين لا يسفروا لعيبه ولا يعملوا معسكرات بالظبط. ولا كذا يعني احنا بنسافر بطوله العالم بمعسكر في المركز الاولمبي، معانا دول تانية ما بتقعدش في بلادها علشان علشان تعد ده. انا بقول الجيل بتاعنا مثلا كان جيل محظوظ، كان عندنا بادجت كويس، كنا بنسافر كتير، كنا بنروح معسكرات كتير، وبالتالي ده ترجم للنتائج. كان عندنا واحد زي اسلام الشهابي، زي رمضان درويش، زي هشام مصباح، مع حفظ الالقاب طبعا ليهم واخواتي واصدقائي يعني، وصلوا الرنكات عالميه وعملوا بطولات هايله. الجودو على الخريطه العالميه كان موجود بصوره كبيره، لان احنا تقريبا ما كناش بنقعد، احنا دايما مسافرين، دايما معسكرين بره، فكان الموضوع طبعا مختلف تماما. بالمناسبه ايه اللي بيحصل في المعسكرات الخارجيه وما بيحصلش عندنا في المعسكرات الداخليه؟ الاحتكاك. احنا لعبه دوليه، لعبه فرديه، دايما اللعيب بيتعلم لما بيلعب استغلالات كتير من اللعيبه. انت هنا بتلعب نفسك لو داخل بالظبط، هنا انا بلاعب زميلي، احنا حفظنا بعض خلاص، ما فيش جديد بيحصل. بره انا بلعب استغلالات مختلفه، بلعب اوزان مختلفه، بلعب مدارس مختلفه، بغلط كتير، فبالتالي بتعلم كتير، فالتعلم او بيجي من كتر الغلطات. أكيد. فانا كل ما هغلط فالغلط ده مش هقع فيه تاني، مع المدارس الكتير اللي بتعلمها، فبالتالي بكتسب خبرات اكتر، فبالتالي مستواي بيروح في مكان تاني خالص، فبالتالي اقدر انافس الناس دي، بجانب الرهبه بتتكسر، لان انا بلعب الناس دي، الناس اللي بلعبها في المعسكرات دي هي اللي بلعبها في البطولات. صحيح. فبالتالي الرهبه اللي بيني وبينهم بتتكسر، فطبعا بيخلي الموضوع مختلف تماما يعني. أكيد.
طيب هو الوقت بيجري كابتن محمد، بس احنا عايزين نسمع منك اكتر. ان حضرتك كنت يعني لاعب ودلوقتي مدرب، فملم بكل الامور الخاصه بهذه اللعبه، ايه اللي حضرتك بتتمنى يحدث فيه تغيير او يطرأ يعني على لعبه الجودو في مصر، وايه النواقص، وايه اللي نفسك يعني الحلم الخاص بالجودو ان مصر توصل لفين؟ خلينا نسمع منك. والله اتمنى ان يعني يبقى فيه اهتمام اكتر، اهتمام الموضوع مش تدريب بس، المنظومه او الفكر بقى مختلف تماما دلوقتي، مش موضوع انا بمرن بس او الجانب الفني بس. لازم اهتم بجانب نيتريشن، لازم اهتم بجانب الصحه النفسيه، بالمنتل، لازم اهتم يبقى في حد متخصص للياقه البدنيه، منظومه كامله مش مجرد مدرب جودو. كلنا مدربين وكلنا نقدر ندرب جودو، بس مش كلنا نقدر نتعامل مع لعيب نفسيا، مش كلنا نقدر نعد لاعب بدني، مش كلنا نقدر نتعامل. وطرق التدريب الحديثة خلينا نقول يعني مش طبعا متوفرة عندنا قوي. انا لما هكون فاضي بس للشق الفني اكيد هقدر ابقى مطلع اكتر واقدر اطور من نفسي في الجانب بتاعي، لكن احنا كمدربين بنتعامل مع اللعيب في الحته النفسيه، بنتعامل معاه في النيوتريشن، بنتعامل معاه في ال طب حضرتك معلش يعني حضرتك اللي ماسك حته النيوتريشن برضو، انا درستها، مش كل بس مش اختصاصك. انا درستها باختصاصي، انا حبيته ودرسته، لكن مش دوري، خلينا نقول ان هو مش طبعا. دوري او كده مش دور اي مدرب مدرب. كشكول بقى. ايوه ده مش لازم كشكول بتاع جايبينه بتاع زمان، كل صح كده. حاجه والله يعني، ده انا توفير بجانب، ولا لا ايه؟ لا انا بجانب شغلي في التدريب انا اخصائي تغذيه. بس ده مثلا ينطبق على حضرتك ككيس، انا لكن مش كل حد كده. لا هو انا مش دوري، انا بالصدفه انا اخصائي تغذيه ومدرب جودو، فده جه صدفه، لكن ده مش دوري ان انا اعمل ولا ده. ده الطبيعي يعني. لكن مثلا انا ما فيش هفهم في الاعداد هو ده البدني. هيرجعنا تاني برضو لنقص الامكانيات اللي نتج عنه عدم وجود خبراء في بالظبط، التغذيه وخبراء في الاحمال فبيخلي المدرب يعمل كل حاجه، فزي ما طبعا. حضرتك قلت كده مدرب كشكول، صحيح فبالتالي مش هيقدر يكون فاضي في الجانب الفني اللي هو المفروض ما يعملش غيره. يعني هو الجانب الفني اللي هو لازم يكون منوط بيه وان هو يعمله على اكمل حتى وجه. ده اللي هيتحاسب بناء عليه. بالظبط، ففي طب الاخر هو ما بيقدرش يعمل ده باكمل وجه، فبالتالي بيتشعب وتشتيته بيتركز في كذا مكان، صحيح فمش متفق قادر جدا. يعمل كل حاجه باحسن صوره. وبالتالي ده سيؤثر على النتائج ومشاركه مصر طبعا في المحافل الدوليه، فيعني هي طبعا، منظومه يعني احنا بصي مترابطه للاسف. خلينا نكون صراحة مع نفسنا، طبعا احنا عندنا قصور في التفكير في منظومة الرياضة عموما، ان المدرب هو المفروض يعمل كل حاجة. لا، هو المدرب مش المفروض يعمل لا كل طبعا. حاجة، المدرب بيدرب، المدرب فني فقط لا غير. زي ما قلت لحضرتك انا بالصدفة انا ايوه شغلي فاهمه. اخصائي تغذية ومدرب، فعرفت اجمع بين الاثنين، بس مش عارف اتعامل في الحتة المنتل، مش عارف اتعامل في اللياقة البدنية لان هي مش شغلتي، محتاج حد ده يعمل لازم، ده. الوضع ده لازم يتغير، ما ينفعش طبعا نعتمد على طبعا يعني فكره يا محاسن الصدف ان انت بتعت خبير في التغذيه فبالمره تعمل الدور ده، مش مش وهو صح مش اكيد. دوري، انا عملت طبعا ده شغلي، تمام فاوكي تمام خلاص، من ان انا بحب الكارير ده فبساعد في الحته دي، لكن هو في الاخر مش دوري. اكيد لو مدرب تاني مش ملم بالحته دي مش عيب فيه، مش قصور فيه، لانه مش دوره ان هو مليون يعمل في ده. المية، بالظبط. مليون في المية. يعني على كل حال دكتور محمد الوقت خلص، لكن تشرفنا بوجود انا حضرتك. اللي اتشرفت بيكي طبعا. والرسائل الاخيره دي رسائل مهمه جدا، اتمنى لو في مسؤولين بيتابعونا، واعتقد يعني بشكل كبير جدا في مسؤولين بيتابعونا، بدليل احنا كل ما بنتكلم في حاجه بجد بعد ساعه او ساعتين بنلاقي تليفون تحديدا كمان من يعني موظفين او اصدقاء لينا كمان والله من وزاره انا الشباب مستني والرياضه التليفون ده. بيتواصلوا معانا عشان يعني يلموا بالامور بشكل اكبر. يعني فالصوت ابشر واصل، واصل اتمنى. ان شاء ان شاء الله الله. خير، ان شاء الله خير. شكرا ليك نورتنا جدا وشرفتنا. دكتور. اتشرفت بيكم واتشرفت بوجودي في قناه النادي الاهلي بصفتي اهلاوي صميم يعني. وانت اتشرفت قناه بيكم، الاهلي بيك دايما، وان شاء الله نسعد بلقائك مرات ومرات بعد شرف كده ليا باذن طبعا، الله. شرف ليا.